السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس علي جمال من كورس الأندرويد بلغة الكوتلين. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنتعلم حاجة جديدة مع مجموعة الأريز، وهي الهاش ماب. إيه هي الهاش ماب؟ الهاش ماب في الكوتلين أو عامة هي عبارة عن حفظ البيانات عن طريق كي وفاليو، تمام؟ تعال نشوف الكلام دوت وإزاي بنعرف الهاش ماب في لغة الكوتلين. تعالى نعمل new file، سميه هاش ماب، وبعدين نكتب دالة المين. الهاش ماب بتتعرف ازاي؟ زيها زي الاري والاري ليست. بكتب var، بعمل object سميه مثلا هاش بالشكل دوت، واقول يساوي هاش ماب. لو لاحظت ان هنا عندي كلاس الهاش ماب، هتلاقي ان هو واخد نفس الستايل بتاع الكلاس الجينيريك، وهو عوض لي بالكي او نوع البيانات اللي هي اللي انا هضعها ككي بحرف الكي، ونوع البيانات اللي انا احطها في الفاليو بحرف الفي. معنى كده لو انا كتبت هاش ماب فتحت قوسين بالشكل ده، اول حاجة هقول له نوع البيانات اللي هي الخاصة بالكي. لو لاحظت كتب لي حرف الكي فوق، تمام؟ الحرف الكي طبعا دوت شبه حرف التي اللي هو التامبلت اللي احنا كنا بنستخدمه في الجينيريك. قلت لك ان انت مش شرط ان انت تكتبه حرف تي، اي حرف، ولكن بيستعوض بنوع البيانات اللي انت بتكتبها. طيب تعالى مثلا لو انا هحط حرف الكي، هيبقى نوع البيانات للكي string، واعمل فاصلة بالشكل ده واكتب له الفاليو برضو هتبقى string بالشكل ده، تمام؟ وافتح القوسين الخاصين بالconstructor بالشكل ده. طيب كيفية اضافة البيانات داخل الهاش ماب بتاعتي؟ بكتب اسم الاوبجكت بالشكل دوت، وبعدين دوت، واستخدم دالة بوت بالشكل دوت. طبعا احنا قلنا عبارة عن كي وفاليو. لو لاحظت كتب لي الكي سترينج والفاليو سترينج، لان انا حددت له فوق ان الكي سترينج والفاليو سترينج. يعني مثلا الكي اخليه مثلا ميم، تمام، والفاليو اخليها مثلا الي جمال بالشكل دوت. طيب تعال نحط بيانات تانية، هاش دوت استخدام دالة بوت بالشكل دوت، وبعدين الكي بتاعي هيبقى مثلا ايج، والفاليو اولد مثلا، والفاليو 24. تعال نطبع مع بعض، مثلا برنت لين علي جمال، فأقدر أطبع عن طريق الكي، فبكتب هاش دوت جيت، أستخدم المرة دي دالة جيت، تمام؟ والجيت هضع فيها هنا بيقول لي الكي. الكي مثلا لو كتبت له النيم يبقى هيطبع لي ألي. يبقى طريقة طباعة البيانات عن طريق الكي الخاصة بكل value، تمام؟ لو لاحظت معايا طبع لي ألي جمال. لو كتبت له هنا age هيبتدي يطبع لي 24 ك string ك نص، تمام؟ طيب دي أول نقطة. تاني نقطة، تعالى نطبع جميع البيانات اللي داخل الهاش ماب بتاعتي. ازاي اطبعها؟ اقدر اطبعها عن طريق استخدام فور. لو انا جيت هنا له فور، واخلي المتغير بتاعي مثلا بحرف كي مثلا، طبعا انت حر في تسمية المتغير، وهقول له هنا ان، واكتب له هاش دوت، هقدر اطبع عن طريق ايه؟ الكي، تمام؟ الكي
بالشكل دوت. وتعالى اقول له هنا ايه برنت لين، يبقى هو هيضع جميع الكيز ديت او الكي ديت هيضعها في الكي، والكي بعد كده في الدورة الثانية للفور هيضعها في الكي. فانا في كل مرة في الفور هيبتدي يطبع الفاليو الخاصة بكل كي. طيب هنا هكتب له برنت للهاش، وقلنا بنطبع عن طريق جيت دالة جيت، والكي بتاعتي هي متخزنة اوريدي في الكي، فهقول له الكي الشكل ده. طبعا خدنا فور ممكن تكتبها في سطر واحد، او ان انت تفتح قوسين وتبتدي قوسين بالشكل دوت، كنا خدناها قبل كده بالشكل دوت تمام. وتقدر تكتبها في سطر واحد بالشكل اللي فات اللي انا عملته لك تمام. تعال نعمل run. لو لاحظت طبعا لي قال لي جمال و24 تمام. دي طريقة الطباعة. طيب خلي بالك ان انت لو حددت له فوق هنا مثلا الكي سترينج والفاليو سترينج، لو انا جيت هنا حطيت له انتجر هتلاقي يعمل لي ايرور في جميع الكيز تمام. يعني لازم هنا يكون انتجر، لو انا حددت له الكي على اساس ان هو يكون انتجر فلازم يكون الكي انتجر. طيب في حاجة معايا في الهاش ماب ممتازة جدا جدا، ان انا اقدر ان انا هنا اقول له any وهنا any. معنى ايه any؟ any معناها ان هنا اي نوع data type، اي نوع بيانات اقدر اتعامل معاه، وهنا اي نوع بيانات اقدر اتعامل معاه. يعني اي نوع بيانات من ناحية الكي تمام اقدر ان انا اضعه. يعني مثلا هنا اقدر استخدم string، واقدر استخدم في نفس الوقت مع نفس الهاش ماب integer تمام، وهكذا بالنسبة للفاليو تمام. تعال نعمل run، الدنيا هتلاقيها ماشية كويسة جدا، وده ميزة كويسة جدا في الهاش ماب تمام. لو لاحظت ان هو طبع لي بدون اي مشاكل، لان انا حطيت له ان انا هستخدم اي داتا تايب من جهة الكي او الفاليو، وهكذا حتى لو انا حددت له في جهة واحدة اللي هي الفاليو هستخدم string، ولكن الكي قد يختلف معايا من string لانتجر، فما فيهاش اي مشكلة تمام. تقدر طبعا تستخدم اي دالة من الدوال الخاصة بالهاش ماب. عايز تجيب السايز من هنا تستخدم دالة السايز، تقريبا قريبة للدوال الخاصة بالاري ليست تمام. طيب كده عرفنا ايه هي الهاش ماب وكيفية طباعتها وكيفية ادراج العناصر داخل الهاش ماب، وعرفنا ان الهاش ماب هي تخزين البيانات عن طريق كي وفاليو تمام. كده وصلنا لاخر الحلقة، قررت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.